قال وزير الخارجية البحريني خالد بن أحمد الخليفة إن إيران ضالعة في التحريض الإعلامي ضد البحرين، ونفى في مقابلة خاصة للجزيرة بأن يكون تقرير لجنة تقصي الحقائق البحرينية قد برأ إيران من تهمة التورط غير المباشر في أحداث البحرين مطلع العام الجاري. من جهة أخرى، رد الوزير البحريني على مطالبة المعارضة باستقالة الحكومة كشرط للمشاركة في لجنة تطبيق مقتضيات تقرير لجنة التقصي بالقول إن هذه الحكومة شرعية بنص الدستور ولن تستقيل. المعارضة قالت أن هذه التقرير خطوة مهمة وكشف حقائق، سمعنا منهم هذا الكلام. طيب، الدعوة التقرير في أول مادة في توصياته، أول توصية هي إنشاء لجنة وطنية من الحكومة ومن المجتمع المدني للمضي قدما للنظر في هذه التوصيات. هذه مسؤولية تقع على الطرفين. إذا أحد في المعارضة أو أي كان يطلب أن يكون الطرف الآخر غير موجود، هل هذا تسهيل أو هذه وضع إعاقة جديدة في طريق المصالحة؟ التقرير لم يبرر إيران، التقرير أشار إلى ما أشار إليه جلالة الملك في خطابه. الإعلام الإيراني الرسمي كان عنده، وأيضا المواقف الرسمية الإيرانية من المسؤولين الإيرانيين من كل جهة، كان عندهم موقف جدا أدى إلى تأجيج الأوضاع. وفي المقابل قال أطباء بحرينيون حكم عليهم بالسجن لمدة تصل إلى 15 عاما عقابا لهم على مشاركتهم في احتجاجات شهدتها البحرين مطلع العام الحالي، قالوا إنهم غير نادمين على تصرفهم. ورغم أن الأطباء رحبوا بالنتائج التي توصلت إليها لجنة مستقلة لتقصي انتهاكات حقوق الإنسان ونشرت في تقرير اللجنة يوم الثلاثاء الماضي، فقد أعربوا عن شكهم في أن يساعد التقرير في إسقاط الدعاوى المرفوعة ضدهم.